ايه الحلاوه دي؟ النهارده بنشوف عرض ازياء متكامل، هدوم، ملابس، واكسسوارز. المصممين الملابس مش اول مره يشرفونا وينورونا، هنتعرف عليهم تاني دلوقتي. ومعانا مصممه الاكسسوارز اول مره تجينا، فخلينا كده نبتدي بالملابس. ومعانا استاذه دعاء عبد الهادي. اهلا. اهلا يا شريف، ازيك؟ ايه الحلاوه والشياكه والالوان الفظيعه دي؟ عيونك الحلوه منوره كالعاده. ثانك يو. ومعانا بنت اختك. ايوه. نادين عبد العزيز. ازيك يا نادين؟ كله حلو. اخبارك انت ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. معاك ايه؟ زي الفل. ما اتخانقتوش اخر مره؟ والله الخناق ده من محبه. دي وهي طالعه بعد التصوير قاعده تقول لك انت كنت سارقه الكاميرا مني. اوبا اوبا. لا لا لا، جبتوا لنا الثالثه بتاعتكم بقى النهارده. صاحبتكم. عصابه. هتتخانقوا معاها بعد ما نخلص برضه؟ دي معروفه برضه عادي. بيحصل كتير. لا، معانا طبعا تسنيم حسن مصممة اكسسوارات. اهلا وسهلا بيك يا سيدي. اهلا بيك. وانت قاعده تتفرجي على الفاشن شو لقيتك مبسوطه قوي. انا حبيت بيكي. ها، مبسوطه قوي وانت بتتفرجي على حاجتك. يعني كل قطعه من دي بتبقى زي بيبي بتاعك. بالظبط، بحبها. اوكي، هم بيصمموا ازياء وانت بتصممي اكسسوارات. اتعرفتوا على بعض ازاي وعملتوا الماتشنج ده ازاي؟ احنا ما تعرفناش على بعض في الشغل، احنا اصلا صحاب من سنين. ورفعت مره سمعت التليفون على دعاء ونادين، قلت لهم ما تيجوا نعمل حاجه سوا، ما تيجوا نصور مره كولكشن سوا. كنت مخنوقه بس شويه. بس وبدانا. وبداتي على طول. انت منوره، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. طيب نروح بقى لدعاء. دعاء، قول لنا كده الكولكشن السنه دي الصيفي، الالوان تجنن اللي انتم مختارينها، فاحكي لي كده اخترتوا الالوان ازاي والكولكشن ازاي؟ بص، احنا اكشلي بقالنا 2 صيف الالوان هي ترند قوي في الصيف، فقررت انا ونادين وطبعا تسنيم انضمت معانا ان احنا يبقى الالوان هي الطابع بتاع الكولكشن الصيفي. اوكي. نبقى مبهرين، نبقى مبهجين بجد، كل ليدي لابسه حاسه انها بتقضي الصيف بشكل مبهج. صحيح. طب نادين احكي لي، انا شايف انتم مدخلين اقمشه مع بعض، زي اخر حاجه شفناها قطعه مقلم بس اقمشه متركبه مع بعض، فاحكي لي برضو الماتشنج اوف كالرز ده عملتوه ازاي؟ وده مش سهل، ده اصعب حاجه. أوكي. مع قميشه مختلفه كمان مع بعض. بص، احنا اصلا يعني بنحب قوي ندخل نماتش كل، نقعد نميكس اند ماتش في كل الديزاين. ليه؟ عشان يطلع مختلف، لان احنا من اول يوم ابتدينا فيه البراند بتاعنا قلنا ان هو هيكون براند مختلف. أيه. فبنلعب على ماشي. يا خالتي مش هضايقك على المعلومه الجامده دي. انا مش هضايقك خالتي برضه. يا خالتي بتقولها خالتي دودو. دودو ماشي. بس فبدانا بقى نلعب بالالوان شويه، بنلعب بالكولف شويه، بنلعب بالفابريك اللي هي الهندي المتخيط عليها، فبنلعب بكل حاجه عشان نقدم برودكت مختلف. طيب انتوا قعدتوا صممتوا الازياء دي، وبعدين جيتي حضرتك رحتي شفتي الحاجات ورحتي مصممه عليها الاكسسوارز، ولا كنت يعني مين جه قبل التاني، ولا ايه اللي حصل؟ في اول كولكشن حصل ما بيننا توافق فكري رهيب. هما كانوا مصممين الايتمز بتاعت الهدوم، وانا كان عندي الكولكشن بتاعت الاكسسوارز كنت شغاله عليها، وعملنا ميتنج مع بعض علشان نشوف ايه اللي هيتلبس على ايه علشان هنعمل السيشن خلاص. اوكي. بدانا نلاقي ان الايتمز اللي هم عاملينها لايقه جدا جدا مع بشكل غريب. أوكي. فمن هنا اتاكدنا ان لا، يعني احنا دماغنا قريبه من بعض، فهنعرف نكمل مع بعض. صحيح. طيب هم مستخدمين اقمشه والوان كتير قوي، وبرده انت مستخدمه في الاكسسوارز، انتوا ثلاثه لابسين اكسسوارز من عندك. زي ما الهدوم انتوا ثلاثه لابسينها من نفس البراند اللي هو بتاعكم، في الوان كتيره، الاكسسوارز كمان فيها الوان كتيره. صح. طيب اللي دعاء لابسه ده عباره عن ايه؟ ده نحاس مطلي ذهب، معظم الشغل نحاس مطلي ذهب. والالوان اللي جوه دي الالوان اللي عليه مينا. مينا. طيب والشراشيب دي؟ كروشيه. واللي حضرتك لابساه؟ احجار، ده عقيق، والدلايه نفس الموضوع، نحاس مطلي ذهب. طيب بما ان انتوا بقى عاملين براند متكامل كده، المره الجايه بقى اعملوا جزم وشنط. يعني والله يا انا لسه كنت هقولها الموضوع ده، شفتوا حقيقي حصل في المكالمه. وبعديها البرفيوم. هنكمل الموضوع ان شاء الله. طيب خلينا نشوف فاصل، بعد فاصل نرجع نشوف بقيه الكولكشن الخاصه بيكم. فاصل نرجع لكم، خليكم معايا على راس واحد. أربعة شراشيب.
مره ثانيه برحب بضيوفي النهارده، مشرفينا ومنورينا استاذه دعاء عبد الهادي واستاذه نادين عبد العزيز مصممي الازياء واستاذه تسنيم حسن مصممه اكسسوارات. خلينا نبتدي بالازياء وهنزل الفيسبوك والانستجرام الخاص باستاذه دعاء واستاذه نادين على الشاشه. البراند اسمه نوديكا. نوديكا نوديكا هو الهدوم اللي احنا شايفينها والملابس. الفيسبوك والانستجرام الخاص بيه موجود دلوقتي على الشاشه، شايفين الالوان عاملينها فيها يعني رائعه، اكثر من رائعه، وتداخل الوان وتداخل اقمشه مختلفه مع بعض. خلينا كمان ننزل على الشاشه فيسبوك والانستجرام الخاص باستاذه تسنيم حسن مصممه الاكسسوارات، زي برضو ما احنا شايفين عامله اكسسوارات فيها الوان، فيها نحاس، حاجات مطليه بالذهب، الوان حلوه قوي. الشغل بتاعهم في ترابط غير عادي بصراحه، ودي حاجه تحسب ليهم. طيب انتوا ده سيزون رقم كام؟ طب مش كتير. ما بقناش كتير، احنا بقالنا سنه وثلاث شهور. اكشلي ده تاني سيزون لينا صيف. صيف اوكي. حاسه ان في تقدم الصيف ده عن الصيف اللي فات؟ كتير كتير والله، مش عشان خاطر احنا اصحاب البراند، بس بجد اشتغلنا على نفسنا كتير قوي، لان طول الوقت احنا صراحه مع نفسنا، ده راضينا او مش راضينا. والكولكشن صعبه قوي. بجد يعني بجد بقى عشان نجيب الفكره، وجيب فكره مختلفه عن اللي موجود في السوق، بجد بنتعب قوي والله. تسنيم بقى لك قد ايه في عالم الاكسسوارز؟ 2011. انت من فتره بقى لك اكثر من 10 سنين وتخصصتي اكسسوارات، ما بتعمليش هدوم خالص؟ لا. طب انت ساعات بتقولي لهم مثلا ما تيجوا نعمل كذا، وهم ممكن يقولوا لك نعمل كذا؟ كتير ساعات كتير بتستشيروا بعض كتير. على طول بصراحه، على طول بحكم ان احنا اصحاب اصلا، فبينا الكلام ده على طول اصلا من قبل حتى ما نبدا الكولابريشن ده سوا. قبل كمان كل مين بيتخانق اكتر؟ انا وتسنيم بنتخانق اكتر. مش فاضيين عليكي قوي. نادين بتهدي الجو شويه، هي اصلا بوزيتيف انرجي دايما. انا بحب الطاقه الايجابيه قوي، دايما تلاقيني اهتم بالفايب. خالته شكلها عصبيه. ده عصبيه. طيب وانت عصبيه؟ بجد؟ عشان كده بنولع في بعض. عشان كده اصحاب. عشان كده اصحاب. عشان كده بنولع في بعض. طب تعالى نشوف اخر جزء من الكولكشن الخاصه بيكم. يلا بينا مزيكا. بحب قوي الديزاينر او مصمم الازياء اللي يتعامل مع القماش بسخاء، يبقى حاطط امطار. انت كده بقى بتقدر بالاتوان. انت كده قدرت وجيت على الحته. صح بالاتوان. والله ما بتهزروش. صح في فستان فيهم 9 متر. انا ملاحظ ده. وايه عملت لك تنوره؟ هو ده. شرفتوني نورتوني انتوا الثلاثه بجد، غير ان انتوا حاجتكم حلوه قوي، انتوا كمان شخصيات لذيذه قوي. فاتمنى كل الكولكشن تيجوا تشرفونا بالهدوم الحلوه والاكسسوارز الجميله. نورتوني. اهلا وسهلا بيكي.